تنظيمها عن الفصل الثالث. وعرفنا ان اول وزير تربيه وتعليم كان مين؟ علي مبارك. طبعا في الفصل دوت علي مبارك اخذ وزاره المعارف وبدا يعلم الطلاب بنفسه ويشرف على مأكلهم ومشربهم على وضع الايه؟ الكتب. جه بعد كده، هل الحياه كلها هنيئه؟ ولا هاي الحياه كلها شقاء؟ الاثنين مع بعض. هنيئه وايه؟ وشقاء. اوقات هنيئه واوقات شقاء، ووقت شقاء واوقات واوقات شقاء ووقت ايه؟ هنيئه او هناء. طبعا علي مبارك اصيب بايه؟ بعقبات كثيره، من ضمنها لما عزل او لما مشي عفاف جاء بعد مين؟ سعيد. سعيد ده كان سمع طبعا اي انسان ناجح ليه ايه؟ ليه حسان. عباس جعل حسان واعداء علي مبارك اذن سعيد وعاد. اذن سعيد ايه؟ وعاد. بيمدس فيها كذبهم علشان يبعدوا علي مبارك عن الايه؟ عن المنصب. وبالفعل حققوا ما كانوا يريدون. فقد عمل عباس على عزل علي مبارك من هذا الايه؟ المنصب. بل اراد ان ايه؟